انحسار الغطاء الإنساني عن الحرب الدائرة في اليمن، واقع خطير خلفه الانسحاب المفاجئ والصادم لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر البالغ عددهم 71 موظفا من الأراضي اليمنية في إجراء لم تقدم عليه اللجنة منذ أن باشرت عملها في هذا البلد عام 1962. اللجنة الدولية وفي بيان لها أوضحت أن هذا الإجراء جاء بعد تلقي موظفيها سلسلة من الأحداث والتهديدات، وبعد أن لاحظت وجود اتجاهات خطيرة حالت بين اللجنة وبين أداء أنشطتها الحالية وتعرضها لتهديدات بل واستهدافها بشكل مباشر في الأسابيع الأخيرة، لا بل أنها ترى سعيا قويا إلى استغلالها لتكون بيدقا في مجريات النزاع. وأقرت اللجنة في بيانها بأن هذا الأمر سيشل أنشطتها الإنسانية التي تشمل الخدمات الجراحية وزيارة المحتجزين ومبادرات توفير المياه النظيفة وأنشطة المساعدات الغذائية. ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى تقديم ضمانات واقعية وقوية وقابلة للتطبيق حتى يتسنى لها مواصلة عملها في اليمن، وشددت على أن أمن موظفيها الذين يتعرضون للترهيب من قبل أطراف النزاع أولوية مطلقة وشرط أساسي غير قابل للتفاوض. التحالف العربي وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمه العقيد الركن تركي المالكي عبر عن قلقه بشأن البيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن سحب موظفيها العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن. وأكدت قيادة التحالف التزامها بتسهيل مهام عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أو بقية المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. وأدان التحالف ما وصفه بالتهديدات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، وحملها تبعات أي تردي للأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقها. الانسحاب المفاجئ للصليب الأحمر من اليمن أضاف مزيدا من القتامة على مشهد الحرب، زادت من سوداويته تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي التي عبرت عن خشيتها من أن يفقد ما يصل إلى 250 ألف شخص كل شيء بما في ذلك حياتهم في حال وقوع هجوم أو حصار عسكري على مدينة الحديدة.